Morning, my students. Today we will continue our revision on function. Let's start by question 3. Consider the function f defined on from minus infinity to 0 union from 0 to plus infinity. We mean by this interval the domain of definition of the function f of x. يعني أوقات هو بيعطيكم the domain of definition. الفانكشن اللي معنا إياها f of x بتساوي x squared plus 16 over 2x. Let's see b its representative curve on the orthonormal system OIJ. معنى الفانكشن معنى الدومين منبلش بأول part. Calculate limit as x tends to 0 minus 0 plus على minus infinity وعلى plus infinity وبدنا نطلع الإكواشن للأسيمتوت. كريفيجن بدنا نعرف إنه أي رقم على 0 بيعطينا plus or minus infinity. إذا كان معنا رقم positive على 0 plus بيعطينا plus infinity. إذا رقم عنا negative على 0 plus بيعطينا minus infinity. إذا كان معنا رقم positive على 0 minus بيعطينا minus infinity. وإذا معنا رقم negative على 0 minus بيعطينا plus infinity. بالنسبة للأسيمتوت إذا كان عنا limit as x tends to number وراح أعطاني infinity بيكون هيدا النمبر x equal number بيمثل vertical asymptote. إذا infinity أعطتكم number بهيدي الحالة هيدا النمبر بيمثل لي horizontal asymptote. وإذا infinity أعطتني infinity بقول له we may have oblique أسيمتوت. بس إذا الديجري للنيوميريتر أعلى من الديجري للدنوميناتر باي 1 بكون بيني وبين حالي مأكد إنه أنا عندي أوبليك أسيمتوت. كيف ببرهن إنه عندي أوبليك أسيمتوت؟ بستخدم هيدي الرول limit as x tends to infinity ال f of x minus الواي لللاين اللي معي إياها إذا أعطتني 0 بكون ياس عندي أوبليك أسيمتوت. هيدي ريفيجن لهيدا البارت. فعم بقول limit as x tends to 0 minus 0 plus minus infinity و plus infinity. Let's start. فلما تكون limit as x tends to 0 plus منعود مكان كل x ب 0 بصير عنا 0 squared plus 16 over 0 plus بيطلع معنا 16 over 0 plus وهون بيعطينا plus infinity. limit as x tends to 0 minus كمان منعود 0 بالنيوميريتر وبهمنا 0 minus بالدنوميناتر ف 2 times 0 minus بيعطينا 0 minus وبيطلع معنا الانسر 16 over 0 minus وهون بيعطينا minus infinity. مثل ما انتو شايفين الزيرو سواء 0 plus او 0 minus كان الانسر للليمت plus or minus infinity. من هون بنستنتج انه x equal 0 vertical asymptote. بدي ارجع بس اعيد انه x equal 0 بشكل عام هيدا بيمثل ال y axis و y equal 0 بشكل عام هيدا الاكواشن لل x axis. هيدا بدي تعرفوها كتير منيح. بالنسبة للإنفينيتي كلنا صرنا نعرف انه بنستعمل ال highest power term rule بنعمل cancellation وبنرجع منعود. فهي x squared over 2x بنعمل cancellation بيطلع معنا limit as x tends to plus infinity x over 2 plus infinity over 2 طبيعي بده يعطينا plus infinity. بنفس الطريقة بيشتغل على ال minus infinity على highest power term rule كمان بيعطينا x over 2 فبيعطينا minus infinity over 2 والانسر minus infinity. لما infinity تعطينا infinity منقول له f of x may have oblique asymptote. بس أنا بكون مأكد في oblique asymptote لأن الديجري للنيوميريتر أعلى من الديجري للدنوميناتر by 1. Part 2. Show that the line D عنده equation y equals x over 2 is oblique asymptote للfunction f of x. كلنا منعرف الرول للoblique asymptote limit as x tends to plus or minus infinity. الفunction اللي معيها minus الواي لللاين اللي مطلوب مني برهنه أوبليك بده يطلع معي 0. بعد ما نحط الرول منروح منعود مكان ال f of x هي x squared plus 16 over 2x minus الواي للدي اللي هي عبارة عن x over 2 بده يطلع معي 0. طبيعي بدنا نعمل like denominator هون عنا 2x وهون عنا 2 فبضرب هون بx وبضرب هون بx بيصير معي limit as x tends to plus or minus infinity كلها over 2x
وفوق عنا اكس سكويرد بلس 16 ماينس اكس سكويرد هل بده يعطيني 0؟ بتروح هيدي مع هيدي بيطلع معنا ليميت از اكس تنس تو بلس اور ماينس انفينيتي 16 اوفر 2 اكس، يعني 16 اوفر انفينيتي بلس اور ماينس، واي نمبر على انفينيتي الانسر لإله 0. ف 16 اوفر انفينيتي بيعطينا 0، وبما انه طلعت ترو بنقول له ذن واي ايكوالز اكس اوفر 2 از اوبليك اسيمبتوت بروف. Part 3. Study according to the value of x relative position of c with respect to line d. بنعرف ال relative position هو اللي بيحدد لي امتى الكيرف above the line، امتى الكيرف below the line، وامتى الكيرف قطع ال line intersect the line. عندنا ال function وعندنا ال line، دغري بنستعمل ال rule تاعيت ال relative position. ال rule بتقول بدنا نفترض function اسمها h of x بتساوي الفانكشن اللي معي اياها ماينس الواي للدي. هيدي مثل ما شايفين هي نفسها اللي عملناها بالاوبليك اسيمتوت بس بدون الليمت، عشان هيك هون باخد الانسر اللي طلع معي بالاوبليك اسيمتوت اللي هو 16 اوفر 2 اكس. بس بدنا ننتبه انه الفانكشن واللاين هن نفسهم اللي استخدمناهم بالاوبليك، لان اذا كانوا غيرهم بدي ارجع اعمل الكالكوليشن من اول وجديد، بيطلع معنا 16 اوفر 2 اكس. هلا بالريلاتيف بوزيشن بدنا نعمل تيبل عشان ندرس الاشاره، بس اللي بدي اقوله اي تيبل كان سواء ريلاتيف بوزيشن او ديريفاتيف او اتسترا، بس بدي اعطي شويه هنتس على اي تيبل للساينز اذا بدنا ندرسهم. إذا كان معنا number positive على تحت contains x، يعني تحت عنا x، النمبر بيكون محسوم positive، وإذا contains x منقول له does not equal to 0 ومنعمل التابل. إذا مثل هون number positive هيدا محسوم positive تحت contains x منقول له does not equal to 0 ومنعمل التابل. إذا number negative على تحت contains x، طبعا number negative محسوم إنه negative، يعني مش معقول عنا يكون الماينس 16 negative وعن غيرنا يكون positive. هيدا number محسوم negative وين ما كان، واللي تحت contains x منقول له does not equal to 0. إذا عنا فوق x، إذا طلع عنا فوق x وطلع عنا تحت x كمان، لندرس الإشارة ونعمل التابل منقول له اللي فوق equal 0 واللي تحت does not equal to 0. إذا عنا شي number positive على شي squared، البوزيتيف 100% positive واللي squared هو does not equal to 0 بس كإشارة محسوم إنه positive. إذا عنا number negative على شيء تحت سكويرد، النمبر نيجاتيف محسوم نيجاتيف والسكوير طبعا does not equal to 0 بس كساين 100% بوزيتيف، ونيجاتيف على بوزيتيف رح تطلع النتيجة بالتابل نيجاتيف كلها. إذا كان عندنا contains x على شيء سكويرد، السكويرد 100% does not equal to 0 بس كإشارة بالتابل بيكون كله بوزيتيف، والcontains x بنحطها equal to 0 وبنرسم الإشارات. فهون هيدا نمبر، نمبر إشارته بوزيتيف 100% وهيدي لينير فيها x بنقول له does not equal to 0، فبنحط 2x does not equal to 0 so x does not equal to 0. بنجي على التابل، طبعا الx from minus infinity to 0 من 0 ل plus infinity عندنا فوق 16، هي إذا بدنا نحكيها بالتفصيل الممل يعني، وتحت 2x، وهول الاثنين إذا قسمنا الإشارات على بعض بيعطينا ال h of x، وبناء عليه بنلاقي ال relative position. ف 16 هيدا نمبر، نمبر شو إشارته هون؟ نمبر إشارته محسومة positive، طبعا فينا ما نحطه بس أنا بخاف يكون negative، ما تحطوه لأنه negative بتغير الإشارات. ال 2x طبعا على الزيرو هيدي shaded، ال2x بنسأل حالنا شو نوعها، هيدي لينير لأنها first degree، منبلش بعكس إشارة الA، الرقم اللي حد الأكس positive منبلش بعكسه negative، وبلس نخبط بهيدا الشادد بتصير الإشارة same يعني positive، plus مع minus بيعطيكم minus و plus مع plus بيعطيكم plus. من هون بقول له negative بتعني below صح؟ ما بيكفي نكتب below، بدنا نقول مين below مين. نحن بلشنا هون ال f of x يعني curve ونهينا بالline، بنفس الطريقة بنكتب هون، فcurve below line، وهون ال plus بتعني above، وطبعا كيرف اباف لاين، لانه في ناس بحبوا يبلشوا باللاين بعدين الكيرف، نفس الطريقه بس انا بفضل نكتب اف ناقص واي، هي طريقه شوي مألوفه يعني.
نجي لبارت 4 verify that f prime بتساوي x squared minus 16 over 2x squared ونعمل التابل of variation. verify يعني هو اعطاكم الديريفاتيف شو حتطلع معكم، لانه في طلاب بيروحوا بيمسكوا هيدي وبيعملوا لها ديريفاتيف. لا، نحن ال f of x اللي معنا اياها x squared plus 16 over 2x بدنا نعمل لها ديريفاتيف، لازم يطلع الانسر x squared minus 16 over 2x squared. هو ليه بيعطيكوا الانسر؟ لانه بناء على الديريفاتيف نحن بنعمل تيبل اوف فاريشن وبعدين حنرسم الكيرف، بنخاف الطالب يغلط فاحيانا بنعطيه الانسر هو يبرهنه. هيدي مثل ما انتم شايفين عباره عن يو اوفر في، فيو اوفر في القاعده تاعت الديريفاتيف بتساوي يو برايم في ماينس في برايم يو اوفر في سكويرد. معنى اليو اكس سكويرد بلس 16 من هون اليو برايم هي 2x، معنى الفي 2x من هون الفي برايم هي 2. بنعوض مكان اليو برايم ب 2x مكان الفي 2x ماينس الفي برايم هي 2 مضروبة باليو اللي هي x سكويرد بلس 16 اوفر في سكويرد اللي هي 2x كلها سكويرد. ال f برايم بتساوي بنعمل expand بيعطينا 4x ماينس، الماينس بتغير الإشارات، ماينس 2x سكويرد ماينس 32 over 2x squared اللي هي 4x squared. من هون بستنتج انه ال f prime بتساوي minus 2x squared، خلينا نشوف 2x هي 4x minus 2x squared minus 32 over 4x squared. ال u prime sorry هي 2x، هون الغلطة كانت، فبتصير 4x squared. 4x squared minus 2x squared بيعطينا 2x squared minus 32 over 4x squared. هلا لو هو ما اعطاك هيدي الانسر والطالب وصل لهون وما كمل simplify بيكون صح في وقف هون، بس لان هو طالب هيدا الانسر نحن مضطرين نحول هيدي لتصير مثل هيدي. ما في عنا حل الا انه نحن ناخد كومون، بناخد كومون 2 بيبقى معنا x squared minus 16 over 4x squared. بعد ما وصلنا مثل ما هو بده بنختزل 2 مع ال 4 بيطلع معنا ال f prime بتساوي x squared minus 16 over 2x squared. فابروفد، وصلنا للي بده اياه. بدنا نعمل التابل اوف فاريشن، بنقول له اللي فوق لانه كونتينز x equals to 0 بتعطينا 2 روتس x برايم equal 4 و x دبل برايم equals minus 4 و 2x squared هيدي بوزيتيف. بنجي على التابل اوف فاريشن، قلنا بنحط هون x، عنا الدومين اوف ديفينيشن هون بلس الاكس اللي اجوا لما انا عملت الديريفاتيف بيساوي 0. الدومين هو من ماينس انفينيتي ل 0 ومن 0 لبلس انفينيتي. بعد عندي الاكسات اللي طلعوا لما عملت الديريفاتيف 0، طلع عندي ماينس 4 و 4، بحطهم من الصغير للكبير بده يكون ترتيبهم بالتيبل. خلينا نعمل الديريفاتيف بالتفصيل الممل. هو طبعا ال 2x سكويرد فينا ما نحطها لانها بوزيتيف، بس خلينا اشتغلكم هي بالتفصيل الممل. هيدي النيوميريتر، هيدي الدينومينيتر، هول الاثنين مع بعض بيعطينا ال f برايم وبناء عليه بنحط ال f of x. هيدي طبعا بنسال على نوعها، هيدي كوادراتيك اعطتني 2 روتس يعني الدلتا جريتر ذان 0. هي سفرت على الماينس 4 و 4 لانه الدلتا جريتر ذان 0 جوا الروت اوبوزيت اوف a وبرا الروت سام. الاي هي الكوفيشنت اوف اكس سكويرد، هي بوزيتيف جوا الروت نيجاتيف وبرا بوزيتيف. ال 2x سكويرد بما انه سكويرد الاكس سكويرد مضروب ب 2 هي بوزيتيف، فاذا هيدي 100% كلها بوزيتيف بس على الزيرو شادد. منكمل الاشارات، بلس مع بلس بيعطيكم بلس، الزيرو بتنزل، ماينس مع بلس بيعطيكم ماينس، ماينس مع بلس ماينس، الزيرو بتنزل وهيدي بلس. بالنسبه للارز، اذا الاف برايم بوزيتيف عندنا انكريزنج اف اوف اكس، بعدين نيجاتيف الاف برايم ديكريزنج اف اوف اكس، ونيجاتيف اف برايم ديكريزنج، بوزيتيف اف برايم انكريزنج. هول حنعبيهم من الليمت، مش حارجع لورا. على الماينس انفينيتي اعطتني ماينس انفينيتي اوبليك، هول كلهم من الليمت. على البلس انفينيتي اعطتني بلس انفينيتي أوبليك، على الزيرو ماينس اعطتني ماينس انفينيتي، وعلى الزيرو بلس اعطتني بلس انفينيتي،
وهيدا vertical asymptote. بقي معي على الماينس 4 و4 مثل ما المفروض صرنا نعرف منيح لما الديريفاتيف بوزيتيف والفانك عفوا الديريفاتيف زيرو والفانكشن انكريز بعدين ديكريز هيدي بتكون ماكسيموم، لما الديريفاتيف زيرو والفانكشن ديكريز بعدين انكريز هيدي مينيموم. بس بعد بدنا نطلع الواي اللي لقلن، الواي لقلن كيف بطلعها؟ عند الاكس ماينس 4 بروح بعوضها بالاف اوف اكس، خليني اعملها على جنب. الاف اوف اكس معي اياها x squared plus 16 over 2x، بعوض مكان x ب minus 4 رح تعطيني الواي بتساوي 16 plus 16 هي 32 over minus 8 رح تعطيني minus 4، فهون حتعطيني minus 4. كمان باخد x equals 4 كمان بعوضها بالf of x، هون بتعطيني 4 times 4 16 plus 16 بتعطيني 32 over 2 times 4 8، 32 over 8 كمان بتعطيني الy 4، فهون بيطلع معنا 4 هيدي المينيموم. هلا بدنا نعين الدي وبدنا نرسم الكيرف. كيف بدنا نعين الدي؟ هيدا الدي اللي معي مثل ما صرنا نعرف اللاين، بناخذ الاكس ايكوال 0 بتعطيني واي ايكوال 0 اوفر 2 بيعطينا انسر اول نقطه 0 0 لللاين. خلينا ناخذ اثنين فاليوز بالبوزيتيف اثنين فاليوز بالنيجاتيف، اكس ايكوال 1 واي ايكوال كلهم هنعوضهم بهيدي باللاين، واي ايكوالز 1 اوفر 2 فعندنا 1 هاف، هيدي 1 وهيدي الهاف. خلينا ناخذ x equal 2 بتعطيني y equal 2 over 2 فبتعطيني 1، يعني على 2 1، هيدي 2 وهيدي 1. ناخذ كمان value بالنيجاتيف x equals minus 1 y equals minus half، يعني minus 1 minus half. عنا x equals minus 2 بتعطينا y equals minus 2 over 2 بتعطينا minus 1، يعني على الماينس 2 أعطتني minus 1، على minus 2 أعطتني minus 1. هول بدنا نوصلهم ببعض وبمسلولة الأوبليك أسيمتوت، من فوق طبعا plus infinity ومن تحت minus infinity. هلأ بعد ما خلصنا بدنا نرسم الكيرف، الكيرف بيعتمد على الأسيمتوت. عنا الأوبليك هيا رسمنا خلصنا، عنا الفيرتيكال x equal 0 vertical هو نفسه ال y axis، هيدا مين الفيرتيكال asymptote هو ال y axis، هعمله شادد عشان بناء على التابل تحسوا قريب. هلأ رسمنا الvertical asymptote ورسمنا هون الoblique asymptote والvertical من فوق plus infinity ومن تحت minus infinity. بعد الasymptote منشوف إذا عنا maximum أو minimum ومنرسمهم، طبعا مثل ما شايفين minus 4 minus 4 هيدي الماكسيموم، هاي 1 2 3 minus 4 هون، ومننزل minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 هون، هيدي الماكسيموم بوينت وبيجي تم زعلان، هيدي الماكسيموم. بالنسبة للمينيموم مثل ما انتو شايفين كمان 4 4 المينيموم، 1 2 3 4 المينيموم، 1 2 3 4 هيدي كمان بتمثل عندي المينيموم، كمان بتكون تام عم يضحك. جيت اخد particular point، مش احنا قلنا بناخد x equal 0 y equal 0، x equal 0 اصلا كان لازم ما اخدها لانه طلعوا على 0 شادد، يعني هي اصلا نقطة not belong للفانكشن، فانا كان لازم ما اخدها بس فرجيتكم انه اعطتني infinity ف impossible يعني no intersection مع الواي اكسس. جيت اخد الواي ايكوال 0 عملت كروس ملتيبليكيشن كمان اعطتني نو سوليوشن باي كالكوليتر، طبعا دخلوا 1 0 16 بتعطيكم نو روتس يعني نو سوليوشن فنو انترسكشن وذ اكس اكسس. هلا الطلاب اذا قالوا لي استصعبنا الرسم، انا شو بقول للطلاب؟ شوفوا لي هول الاسهم اللي عندي اياهم، طلعوا هيك جاي يعني سهم طالع بعدين سهم نزل بعدين بيجا الفيرتيكال بعدين سهم نزل بعدين طلع، فالطالب بصير يعرف هول الشكلين يلي بوجه بعض. هلأ منشوفهم كيف، بس خليني بلش سهم سهم. أول سهم بلش